هي عندنا نوع برضو يعتبر فيزيكال ميثود للستيريلايزيشن هي الفلتريشن. فلتريشن هي زي ما بنتكلم على فلتر الميه مثلا، نحط مثلا فلتر على الميه، بنحاول ان احنا لو في اي شوائب في الميه يتم في يعني تخلص منها وترشيحها بحيث الميه تنزل تبقى سليمه، ما فيهاش اي شوائب. فبنتكلم على ان احنا بنعمل فلتريشن ده على ليكويدز اور جاسز، وبيبقى في عندنا فلتر وفي مسام الحقيقه تبقى سمول انف علشان تريتين الميكروبس، يعني ما تعديش الميكروبس. فبنتكلم على دلوقتي بقى في ميمبرينز مصنوعه من السيلولوز الحقيقه، وبقت بيسكلي يعني نقدر ان احنا الحقيقه نعمل بيها فلتريشن للبكتيريا والفيروسز بشكل فيري افكتيف. ودي الحقيقه بنتكلم على التطبيق الاساسي بتاعها هو في استعمال الهيبا فلترز داخل المستشفيات. يعني بنتكلم على الهيبا فلتر هي الهاي افشنسي بارتيكوليت اير فلترز. فبنتكلم على الهيبا فلترز دي بتستعمل مثلا في التهويه اللي موجوده مثلا في غرف العمليات، او بتبقى ساعات موجوده في الهيت اند مويستشر اكسشينجرز اللي موجوده في بتحط مثلا على الماسك بتاع البيشنت مثلا اللي هو محطوط على فنتليتور بحيث ان هو يفلتر الهواء اللي داخل. الحقيقه النوع ده من الفلترز تقدر ان هي تشيل كل المايكرو اورجانيزمز that are larger than 0.3 micron, which is يعني يعتبر طبعا حاجه كويسه جدا طبعا، ان احنا يعني بنشيل كميه كبيره او بنشيل يعني معظم الحاجات اللي هي ممكن يبقى فيها خطوره على المريض ويستنشقها يبقى عنده فيها مشكله. ممكن نستعمل برضو نفس طريقه الفلتريشن في ان احنا نعمل ستيريلايزيشن للحاجات اللي زي الفلويدز. يعني بمعنى ممكن ان احنا يعني احنا بنتكلم مثلا على الحاجات الهيت سنسيتيف مثلا زي مثلا الحاجات اللي زي الانزيمز او زي الفاكسينز او زي الانتي بايوتيك سوليوشنز، لما نعرضها لدرجه حراره عاليه الحقيقه بيبقى فيها مشكله ان ممكن تتغير طبيعتها. فالحقيقه بنستعمل اباراتس زي كده، بيبقى في عندي ميمبرين فلتر هو ده بنحط من خلاله الماده اللي احنا عايزين نعقمها. يعني مثلا لو احنا عايزين نعمل انجكشن لانتي بايوتيك سوليوشن بنعمل له فلتريشن عن طريق الفلتر اللي زي كده بحيث انه ينزل تحت هنا بيبقى ما فيهوش اي جراثيم خالص. وعشان طبعا يبقى في عمليه الفلتريشن دي تبقى افيشنت بيبقى في عاده هنا يعني اوتلت كده بيبقى فيه فاكيوم، يعني بيبقى فيه هنا شفط كده عن طريق فاكيوم بحيث ان هو يساعد الفلويد ده ان هو يعدي من خلال الفلتر. وطبعا حسب البورز بتاعت الفلتر حسب فتحات الفلتر يعني بيسمح لحاجات وحاجات تانية ما بتعديش، يعني الميكروبات ما بتعديش والفلويد نفسه يقدر يعدي.